هل سبق لك وتساءلت من أين أتى اسم بلدك؟ وعلى أي أساس سمي بهذا الاسم؟ ترتبط تسمية البلدان بعوامل عديدة، وعلى الرغم من أن أسماء بعضها ضارب في القدم كدولة مصر مثلا، وبعضها الآخر لا يحتاج لكثير من التفكير لفهمه مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أسماء العديد من البلدان الأخرى تحمل قصصا وإيديولوجيات، ولذلك تكون في العديد من الأحيان أسماء معرضة للتغيير، وهذا ما سنتكلم عنه في هذا الفيديو. من العوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى تغيير الاسم عوامل سياسية، فقد يحمل البلد اسما معينا تحت سيطرة الاحتلال، وعند الخلاص منه يسعى الحكام والشعب إلى إزالة جميع آثار المستعمر بما فيها الاسم الذي أطلقه على البلد المحتل، وقد يكون السبب الرئيسي داخليا، فتغير الدولة اسمها لمحو أحداث غير سارة في تاريخها. سنتناول اليوم 5 بلدان نجحت بالفعل في تغيير اسمها وإجبار العالم على الاعتراف به والأسباب التي دفعتها إلى ذلك. بلاد فارس سابقا وإيران حاليا. أطلق اسم بلاد فارس على المنطقة الواقعة شمال شرق الجزيرة العربية في الكتابات اليونانية القديمة، وقد كانت المنطقة مأهولة بالفرس الذين أنشأوا إمبراطوريتهم فيها. بقي الاسم على حاله على مر العصور حتى سنة 1935، إذ وجهت الحكومة آنذاك جميع البلدان التي تربطها علاقات دبلوماسية بها إلى تغيير اسم البلاد ليصبح إيران. وهكذا بدأ الاسم الجديد يظهر في الوثائق الرسمية على الرغم من معارضة بعض الأطراف لذلك التغيير. اليوم أصبح الاسم الوحيد للمنطقة هو إيران، وعند الإشارة إلى بلاد الفرس فالاسم يحمل بين طياته معاني أخرى. ثانيا، نتكلم عن بورما سابقا وميانمار حاليا. تعرف البلاد بالياسمين، بالاسمين عفوا، لكنها تعرف رسميا اليوم باسم جمهورية اتحاد ميانمار. جرى تغيير الاسم الرسمي باللغة الإنجليزية من طرف حكومة البلاد، فتحول من اتحاد بورما إلى اتحاد ميانمار في سنة 1989 ليصبح في النهاية كما نعرفه اليوم. وجاء ذلك التغيير نتيجة حدث مأساوي وقع في البلاد سنة 1988، حينها قام العسكر بقمع وحشي لانتفاضة مؤيدة للديمقراطية. وهكذا بعد عام من الواقعة أصبحت بورما منبوذة دوليا وفي حاجة لوسيلة تحسن بها صورتها. وأملا في الحصول على جزء صغير من الشرعية الدولية، قال المسؤولون أن الاسم المتوارث بورما يشير إلى ماضي البلاد الاستعماري ويستثني الأقليات العرقية العديدة في البلاد، وقرروا تغيير الاسم ليصبح ميانمار. الضفة الشرقية سابقا أو ما يسمى بالأردن حاليا. استولى البريطانيون على المنطقة خلال الحرب العالمية الأولى، وقرروا تقسيمها إلى 3 أجزاء هي عجلون والبلقاء والكرك. وبعد فترة من الزمن منح الملك الهاشمي عبد الله الأول حكما رمزيا على كافة المناطق، وفي سنة 1922 أصبحت المنطقة تعرف باسم إمارة شرق الأردن، ليتغير الاسم مرة أخرى في سنة 1952 إلى المملكة الأردنية الهاشمية. يشار إلى الأردن بالمملكة الهاشمية منذ أن حكمتها الأسرة الهاشمية وتعرف اختصارا بالأردن. الحبشة سابقا وإثيوبيا حاليا. امتدت الإمبراطورية الإثيوبية التي عرفت أيضا باسم الحبشة عبر المنطقة الجغرافية لولايتي إثيوبيا وأريتريا الحاليتين. أسسها الأحباش من سلالة سليمان في سنة 1270، ما أدى إلى تسمية البلاد بأكملها باسم الحبشة. حكم الأحباش بدون انقطاع حتى القرن العشرين. تغير اسم البلاد من الحبشة إلى إثيوبيا خلال الحرب العالمية الثانية على يد هيلا سيلاسي الملك العاشر لإثيوبيا. جادل بعض العلماء بأن إثيوبيا لطالما سميت بنفس الاسم منذ القرن الرابع، وأن اسم الحبشة كان شائعا لدى العرب، وأن إثيوبيا أكبر من الحبشة جغرافيا. الزائير سابقا وجمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا. عرفت جمهورية الكونغو الديمقراطية رسميا بعدة أسماء مثل دولة الكونغو الحرة وبلجيكا الكونغو وكونغو ليوبولدوفيل، لكنها نالت استقلالها سنة 1960 وأصبح اسمها رسميا جمهورية الكونغو، وذلك تيمنا باسم نهر الكونغو
منذ سنة 1965 وحتى سنة 1971 غير اسم البلاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. أطلق عليها الرئيس موبوتو سيسي سيكو اسم جمهورية الزائر، على الرغم من أن المؤتمر الوطني السيادي صوت على تغيير الاسم مرة أخرى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في سنة 1992. لم يحدث ذلك التغيير حتى سنة 1977 بعد سقوط موبوتو. والآن ماذا عنك؟ هل تعيش في بلد تغير اسمه على مر التاريخ؟ أم أنه ما يزال محتفظا بتسميته القديمة؟ نتمنى أن يدفعك هذا الفيديو إلى البحث أكثر في تاريخ اسم بلدك ومن أين جاءت التسمية، وأن يكون قد ساعدك على فهم طبيعة أسباب تغيير اسم بلد ما.